بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم أبو جهاد، فيديو إن شاء الله، قناة كنوز واحد. النهاردة إن شاء الله فيديو جديد، وإن شاء الله تكون فتحة خير علينا وعليكم. مشروع الشباشب، ناس كتير بتقول لك إيه الشباشب، طيب الشتاء داخل مش شغالة، طب إيه الأفكار؟ المكنة دي يا جماعة ليها أكتر من فكرة بتعملها غير موضوع الشبشب، تمام؟ في ناس بتيجي تطلب المكنة مننا وتطلب ليها أفكار جديدة. هو شغال في مجال وعايز المكنة، المكنة بتقطع، حطيت لها أي اسطمبة هتقطعها، جلد، فل، أي حاجة هتقطعها بإذن الله، تمام؟ فدي فكرة من ضمن الأفكار اللي اتعملت على المكنة، وعملنا لها اسطمبات لناس شغالة. شغالة في إيه؟ في المفارش الجلد اللي هي التحف، اللي هي الجلد الطبيعي، اللي هي بتبقى متركبة على بعضها حتت. إن شاء الله أنا في آخر الفيديو أو في أول فيديو هحط لكم شوية صور ليها، للمفارش اللي بتتعمل، تمام؟ دي الاسطمبات بتاعتها. نفس الاسطمبات بتاعت الشبشب الجلد برضه، اللي هي في الخشب الليزر، هي بتجي لنا كده من ليزر، طبعا دي عشان حمايه السلاح ما يبصش، تمام؟ احنا بنيجي نشتغل بنشيل الحاجات دي، تمام؟ وبنبدا نشتغل بيها بشكل السكينه كده، تمام؟ دي كلها اسطمبات، تمام؟ كل مجموعه بتعمل منها مفرش. مفرش يعني ايه؟ سجاده كامله، تمام؟ احنا هنا هنوريكم هي بتتعمل ازاي، والمكنه برضه طريقه شغل المكنه ازاي، تمام؟ ادي عندنا طبعا ده اسطمبة، بنحط حتة خشبة وبنظبط على قد السكينة والاسطمبة زي ما احنا موريكم في الفيديوهات التانية. بنظبط من هنا يا جماعة، بنخلي السلاح ده خابط في التفلوم اللي هنا ده مثلا 2 مللي ولا حاجة، مش أكتر من كده، تمام؟ ودي حتة الجلد، هقول لكم ما عنديش جلد كتير، هقول كل مرة تقول لي ما عندكش جلد كتير، يا جماعة الوحي بيهبط عليا مرة واحدة كده ببقى عايز أعمل فيديو، تمام؟ فبقوم بعمل في المتاح وبعمله، لأن أنا ما عنديش في وقتها بصراحة مش هعمله، تمام؟ فسامحوني معلش، المواد دايما تبقى ايه مش حاطه معايا. دي حته جلد انا كنت اقصص منها قبل كده عشان اكمل، تمام؟ دي قطعه من ايه؟ من المفرش، تمام؟ دي قطعه من المفرش، تمام؟ حطيناها كده. المكنه بتاعتنا اهي، دي المكنه الكهرباء يا جماعه بتاعتنا، تمام؟ مكنتنا الحمد لله عرضها 45 مش 40 ولا 47 ولا اي حاجه. المكنه اهي شغاله، تمام؟ قطعه من الناحيه الثانيه، تمام؟ احنا كده قطعنا، تمام؟ اهي طلعت اهي مقطوعه. هتقول لي ايه دي؟ دي جزء منها، تمام؟ ونجيب الحته الثانيه مع بتاعتها. قلنا دي مفرش جلد، هجيب لكم الصور بتاعتها برضه عشان تعرفوا ايه، توصل لكم الفكره اوضح واسرع، تمام؟ نرجع الخشبه بتاعتنا كده، دي خلاص اتقطعت. نجيب الخشبه بتاعتنا، عايزين نعمل حته ثانيه برضه تكون ايه؟ لون مختلف، عشان المفرش ايه؟ دايما بيبقى لونين في بعض. فانا هعمل بالمتاح سامحوني، لكن هتشوفوا الصور الاصليه ان شاء الله للمفارش هتبقى احسن من كده بكتير خالص، تمام؟ اهي ندخل كده ان شاء الله نبدا نشتغل. بسم الله بسم الله، تمام؟ هي ماسكه على حته بسيطه، تمام؟ بيتوصل بالخيط في بعضه كده، غرز جميله فيها تبقى شكلها حلو، تمام؟ خد المربع الثاني اهو كده، تمام؟ اهو اهو، تمام؟ اهو تمام؟ قلنا الثالث مثلا كده، تمام؟ يعني قطع مش مشكله، تمام؟ بيبقى مربع بقى يا جماعه، مربعات فوق بعض، مربعات فوق بعض، تتخيل في الاخر بيبقى شكل المفرش في الاخر. هجيب لكم الصوره بتاعته، تمام؟ دي فكره من ضمن الفكر الافكار اللي بتتعمل بالمكنه، تمام؟ طب في افكار ثانيه؟ اه في افكار ثانيه.
في ناس جابت لنا استنباط بتاعه الجوان بتاع شكمان العربيه والوش السلندر بتاع العربيه اللي هو الجوان اللي هو الحته الطريه اللي عامله زي الفيل الطريه. ناس جابت لنا الاستنباط بتاعتها واتعملت واللوح بتاعها موجود برضه، دي فكره تتعمل فيها. ناس تانية جابت لنا الفنطاسه بتاعت المحاره، عارفين اللي بيلبسوا المحاره اسمها الفنطاسه، تبقى حته فيل وراكبه ملزوقه في حته بلاستيك ليها عيال اسمها فنطاسه، ناس شغالين في المعمار عارفين الحاجات دي تمام. برضه في ناس جابتها وقطعتها وعملتها تمام. افكار المكنه كتير يا جماعه، بس اللي يفكر لها، في واحد عمل جلبه انبوبه، عمل اسطمبه وعمل جلبه انبوبه، عمل اسطمبات لجلبه الانبوبه ويشتري الكيلو تقريبا ب 2 جنيه بيسلمه خلصان ب 10 جنيه تمام. يعني في افكار كتيره، بس اللي يشتغل ويعمل افكار ويشتغل في الايه؟ في الشغل بتاعنا تمام. دي كانت الفكره بتاعتي انا كنت عايز اقدمها لكم النهارده ان شاء الله. كان معاكم ابو جهاد من قناه كنوز واحد، رقم تليفوننا 012-7782-9757. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.